لقائنا التالي بيجمعني مع ميرنا الفتى. اهلا وسهلا فيك ميرنا باستديوهات الاو تي في. دائما لقائنا مع ميرنا غني لانه صحيح هي اخصائيه تغذيه ويعني دراساتها العليا بالببليك هيلث مثل ما بنقول ميرنا، وانما دائما بتخلينا نحكي عن المود دو في، ستيل دو في، ما في عقد، ما في دايت ستريكت، في حياه متوازنه. فشكرا لكل اطلالاتك. اليوم ما كنا عم نعرف نحط عنوان لهالفقرة بين انه الناس اللي عندها سكري، بين انه لا حياة صحية، بين انه اشخاص عندهم يمكن على منطقة البطن اكتر، فانت جمعتي لي اياهم تحت عنوان شو هو؟ كيف فينا نعمل تريك نساعد بعض فيه لحتى نرجلج السكري بذات الوقت. الاشخاص مريض السكري رح يستفيد من هيدي الحلقه لانه رح يعرف كيف ينظم اكله او كيف ياكل، شو قدام شو كرمال ما يعلى الانسولين عنده، لانه ورا كل علو انسولين معناتها لعب عند السكري ولعب عند المخزون. الاشخاص اللي صار لها زمان بتعمل دايت، او البنات اللي عندها تكيسات على المبيض وبيعانوا من نتفه الدهن على منطقه البطن، هيدي الطريقه اذا اتبعوا هيدا التكتيك كتير رح يساعدهم حتى يخففوا من هالتكيسات. الرجال اللي عندهم دائرة بطن كبيرة ومزعوجين منه وعبالهم ينزلوا وزنهم من دون ما يعدوا الكالوري، لأنه هيدا الطريقة أو هيدا الإقالة من الدايت ما منعد فيها الوحدات الحرارية على قد ما نحن بهمنا نوعية الأكل تكون سليمة. وفعلا منخسر وزن مش بس منعد الكالوري 20 و30. يعني نحن اليوم بدنا نخدع جسمنا بطريقه ناكل من كل الاكل بس بتراتبيه معينه لنعالج هيدي المشاكل وتصير السكري او التكيسات حاله مرضيه، حاله مثل حالات عاديه، يعني مثل اللي عنده ما بعرف سوء هضم، ويبطل هو مرض بخوف الكبار والصغار، لانه الصغار كمان بيعانوا من هيدا الشيء. صح، كل ما تعاملنا معه صح كل ما نحن بنكون مستفيدين اكثر. سريعا، كيف بيتعامل الجسم مع السكر اللي بناخده والافرازات والبنكرياس؟ يعني اعطيني نتفه لمحه بيولوجيه اذا بدك. لمحه سريعه، دخل الطعام على جسمه بدخوله على تلقائيا يعني الانسولين بقلب الجسم. بيعلى الانسولين اول مرحله بدب زوايد الاكل، لان احنا في نسبه دهن معينه، نسبه سكر معينه لازم تكون بالدم، ممنوع تعلى وممنوع توطى. تلقائيا جسمه ببلش ياخذ شوي من هالسكر اللي كان مصار بالدم فائض، بحطهم بقلب الكبد. بس يزيد عن معدل الكبد بدبهم تلقائيا شحوم، يعني بيتخزنوا على شكل شحم بجسمه. فاذا الانسولين وجوده كل ما كان سليم بجسمه كل ما علا هيدي الخبريه وصارت الخبريه جيده. كل ما كان عندي انتوليرانس، كل ما كان عندي وزن زايد، كل ما كان محيط خصري عالي، كل ما جسمي صار يكب اكثر انسولين، صار ما بقى يقدر، صار يكب بشكل كثير كبير، ما عم بيعرف يقريهم وصار يكبهم بشكل عشوائي، وكل ما كانوا موجودين بشكل عشوائي كل ما تكدس الدهن بجسمي بعد اكثر واكثر، وكل ما جسمي جاع وطلب الاكل اكثر واكثر، صار يطلب دي سناك، يعني ما عاد اشبع من الترويقه، كل ساعه ونص ساعتين باكل. ومالوريزمون كل ما كان عالي الانسولين كل ما كانت الابيتي وتخزين الشحم بجسمنا اعلى واعلى. اوكي، مع انه بيقولوا اللي عنده سكري بصير يضعف. اللي عنده سكري بمرحله بصير جسمه بياكل الدهن اللي عنده، هدول بمرحله بتودي لتسمم. بس السكري يكون عم بيضعفني، وبعض الادويه اللي بتضعفني هيدي بتولد بمطرح ان انا بكون اذا ما عم بقدر اعرف اكل واعمل رياضه معها مشكله، لانه بتعمل لي كثير اخبار بعدين مأذيه لنا. الجامع المشترك اذا تخزين الدهون، مشان هيك مريض السكري بيكون عنده شكل معين بجسمه. هلا بتشرحي لي كيف، لانه نحن عم مثل ما قلت لكم طول البطن، ونفس الشيء الصبايا والسيدات يلي عندهم مشكله بالتكيسات عندهم نفس مشكله البطن، فاذا هن نفس الشكل لثلاث حالات مختلفين. صح، اوكي، لانه بس نحن يكون في عندنا هالمشكله بكون عضلنا صار بلش نخسر نكزه من العضل، والدهن اللي نحن عم نخسره بنخسر نحن جسمنا كله بجمع
مجمع دهن، بنخسر من ايدينا، بنخسر من اجرينا كثير، بيبقى منطقه البطن عم تكبر، حتى الدهن اللي موجود على الرقبه والوجه كله بينقص، بس بيبقى محيط الخصر هو اللي هو الكبير وهو المأزق. ليه بيروح بخزنهم هنيك؟ لانه الانسولين هيدي المنطقه بتخزن فيها دهناتها، هي بتقسيمها هيدي المنطقه بتزيد، مثل ما اذا بدك بكره بحلقه لاحقه فينا نحكي سوا اللي عندهم مشاكل عندهم اوراق كيف فيهم يخدعوهم، اللي في عندهم دهن على البطن بهيدا التكنيك هي الخدعة اللي بتكون. فاذا هلا رح نمشي بصير يخدع على الجسم، ومثل ما بفهم منك يعني اليوم اللي عنده حاله سكري هو في يكون انسان طبيعي، في يروح ياكل بمطعم، في يتغدى مع اهله. طبعا طبعا طبعا. رح نبلش انا وياك خدع صغيره على الترويقه. يعني هلا رح نبلش نشوف مثلا على الترويقه ما بنقدر ومش مسموح، مثلا هون بلشنا رح بلش بالعصير مثلا. كبيت العصير اذا بتلاحظ اذا كنا عم نشربها يلي هي عصير تفاحتين قدي على الانسولين، ورا كل تعليه انسولين جمعت فات على بطني وانقزيت فيهم. هون اذا عملتهم عصير، اذا عملتهم سموثي قدي بيكونوا عم بيأذوني، واذا اخذت تفاحتين هن اقل، بس برضو على الترويقه هودي الثلاثه هن مأذيين، مش محبس بلش ترويقتي بالفواكه. يعني انا مش انه عم بتروق عصير ما عندي مشكله، مي هيدا مش مي، هيدا دهن. انا حتى لو هون عم نحكي عصير طبيعي، حتى لو كنا عم نحكي مع المحلل الاصطناعي، هلا الون جابوا الون نحكي فيهم، هيدا ممنوع. هودي لا، هودول ممنوعه، حتى كفواكه لاحظ انه بعده معلق، يعني ما في نص ساعه زمان رح يقول لك الشخص انا كثير جوعان كدس الدهون. ما هون نحن نقينا تفاحة كيف لو حكينا موزة، كيف لو حكينا فواكه تانية. أوكي. بنوصل أنا وياك للسريال. لا يجوز على أنواع للسريال أنهم يكونوا عم يتاخدوا بالأخص على الترويقة. وهون ما نبلش نقول طب ما أنا السريال تبعي دخلون شوفان دخلون تين مجفف تمر مجفف، هودي مأذيين مش كتير محبذين لإلنا. يعني هيدا إذا أخذت كمش الصبح بدي جوع كل النهار، بدي جوع كل النهار. هلأ الشوفان إذا كسرتن شوفان على الحل مع حليب ممكن توطى هيدي الكور، ما شوفها هالقد كبيره بس برضه موجود، بس هي موجوده، يعني مش كتير محبذين لنحنا ناخذهم الا اذا كنا رايحين دغري على الجيم، يعني بدنا طاقه. مش غلط يتاخذوا للجيم. أوكي. بس مش للاشخاص العاديين. منتابع. فاذا هول اثنين لائحتين هن نو ممنوع. وي نحن ربينا ملعقة العسل على الريق في كورونا، شو بدنا ناخد تنقوي مناعتنا؟ هيدا اللي بنرش لها نتفية قرفة، هي القرفة فعلا بتخفف من امتصاص السكر. بس مريض السكري بمجرد ما اخذ العسل على الصبح، لو حتى بكبية الحليب عمل بيك انسولين، يعني لعب عند السكري جمع له. بس سؤال، هو مين بيقول له للي عنده سكري فيك تاخد عسل بالحليب؟ درجة. ناكل تمرتين الصبح على الريح. هيدا درجة بس التمرتين بيعطوا طاقة بجننوا، لازم ياخذهم الشخص هيك دارج. أو بناخذ ملعقة العسل يلي هي عم بتقوي المناعة، ما هذا سكر طبيعي. وبيفتكروا إنه الصبح بتحرقهم بالنهار. صح. فوقعوا بالغلط. كثير غلط، فإذا بننتبه. وقصد أنا حطيت ستيفيا بدي أحكي عنها، لأنه عادة دراسة جديدة لقيت انه كل هالمتممات او كل هالمحليات الاصطناعيه عم بتعلي السكر بالدم. انا قريت دونك ما ننبسط كثير بالكزيليتول اللي بناخذها مع العلكه، انه هيدا اوكي بتنظف. الكزيليتول احلى شيء بتاخذيه مع العلكه لانه بينظف شوي الاسنان، بينبسطوا منه اطباء الاسنان. بس ما ننبسط بالاسبرتام، بالاسيسولفامكا، بالسكرالوز، لقوهم انه هدول عم بيعملوا سبايك، عم بيعلوا السكر بالدم. نحن هيدا الشيء ما بدنا اياه. صح. لقوا انه الستيفيا ما عم بتعلي كثير السكر. دونك بحال بدنا نستعمل محلي بنستعمل الستيفيا. اوكي. صار كل شيء نحن معودين عليه من عصاير بناخذهم مش محبذين، هو الدايت مش محبذين كثير للمرضى، لانه اساسهم هو الاسبرتام. كل شيء نحن معودين عليه وباسون غازوز مش محبذين كمان، لانه هن معمولين من اسبرتام. ميرنا وقت تقولي مش محبذين يعني ممنوعين؟
افضل يكونوا قولي لنا اياها. هن ممنوعين. اوكي. بس كيف انا بدي اتمحت لاني اقطعهم؟ هلا بخبرك كيف. طيب خلينا بس نكمل لان انا كمان الدراسه اللي قلتيها عم تمن خوف انه الاسبرتام ما بيسوى او شيء هو خاصة. هو ما بيسوى. هو ما بيسوى بس ليش ما تاخذوه؟ قالوا انه الدماغ ما بيعرف يحلل اذا هو سكر حقيقي صح. هو ما بيسوى. انا هون شغلتي انا وياك نقول للعالم ممنوع تاخذوا كميات عاليه من الاسبرتام. ممنوع كل يوم مع فنجان الحليب اللي عم تاخذوه الصبح او القهوه اللي عم تاخذوها تحطوا على الطالع والنازل من الاسبرتام. أوكي. لانه هيدا رح يبقى معكم وبعدين رح يعمل علوم طير ممكن يعمل كانسير. افضل ما تاخذه 100%. اوكي فاذا استيفيا افضل شو بعمل؟ على طول لما نكون بدي اخذ خبزه بتعرفي نحن هلا بالازمه الاقتصاديه ما رح نقول بدي خبزه قمحه كامله، بدي خبزه تشوفين، بدي خبزه اساسا ما في ديفرنس كثير كبيره بسبايك الانسولين اللي عم يعملوها. نعم. على طول بدي ادخل مع بروتين ودهون. يعني مع الخبزه على الترويقه فيني احط الافوكا، مع الخبزة على الترويقة فيني حط الجبنة مع ملعقة صغيرة زيت زيتون. أوكي. فيني حط اللبنة مع حبتين ثلاثة زيتون وخضرة. اللي منعرفه تقسيم الأكل كتير أساسي. أوكي. خضرة برجع إذا بدخل بهالطريقة خضرة برجع بدخل البروتينز برجع أو الدهون برجع بدخل الكاربز النشويات. ايه؟ بهيد الطريقة جسمي بيكون ما عم يعلى فيه الأنسولين. يعني هاي ما بلفة عروس، هيدي بحط الأفوكا وبحط الجبنة وبحط الخبزة باكل بلش في الجبنة مثاليا. ايه؟ بلش اني باكل انا الخضره. أوكي. باكل الجبنه انا وعم باكل مع الخضره، بترك لقمتين من الخبزه مع الجبنه والخضره. هيدي ايدي يالما، هيدي مثاليا ما بعمل سبايك بالانسولين براتيك مام. ما قدرت منا خطيه اذا اكلت، بالعكس بيان انه انا عم باكل خضره عم باكل البروتينات وعم باكل الخبزه. أوكي. وبعدنا عم بس السكر. افضل ما بيعلى هيدا الانسولين ما بيعلى. يعني هو شو المريض السكري على بكره بيشبق، يعني بتروق بيشبق السكر ورا كل اكل انا عم باكله بده يشبق عند الانسولين. شبع عند الانسولين شبع عند السكر ما بقى بينزل، يعني بده وقت ليقعد يعني. صح. والمريض الاشخاص العاديه بيرجع بيوطى عندهم بعد ساعتين. مريض السكري ممكن يوطى عنده بعد 4-5 ساعات. دونك نحن بدنا نساعده. كل ما هو عالي الانسولين كل ما هو عم بجمع دهن. أوكي. وكل ما هو عم تفرك معدته جوعان. عظيم. طيب هلا خلصنا ترويقه عم بيقولوا لي، رح نروح على الغداء. على الغداء. يلا لنشوف بالغداء شو ممكن نعمل خدع لناكل مثلنا مثل كل الناس. بالغدا مثلا منا كتير فرق ومثالية انه انا بجي باخد خبز مثلا عم بدي استعمل رز بستعمل رز الاسود، رز الاسود او البسمتي او شو ما كان الرز التاني او الاسمر، هيدا رز صحي فيه فيتامين بي كومبلكس اكتر بكتير، فيه الياف بشكل كتير اكتر بكتير، بس ما بيلعب كتير بالانسولين. بقي من كاتيجوري نشويات لحاله ان يكون عم باخدهم وجبة مش كتير محبذين. اوكي. من المستحسن ان يكون عم بخلط معهم قصص تانية. طيب يعني هيدا افضل ما نروح عليه، مش كل شيء اسمر يعني بضاعف، مش كل شيء رز بينغسل يعني راح منه النشا. صح. اوكي. ومش كذا زوم يعني طار النشا. الكتير منيح مثلا طيب هلا صار مريض السكري بده ياكل او اللي عنده مشكله عباله ياكل عباله ياكل بطاطا مقليه. عاده البطاطا مقليه لحالها ليك قد ايه عليت البيك الانسولين. بس هيك بناكل ما بنشبع بطاطا. وبقيت وقت ما عم بيوطى الانسولين، يعني كل هالوقت جسمي عم بكدس دهون. بتطلع بتاني مطرح حطيت معهم حيلا شي فيه خل التفاح. بنفهم انا وياك انه الكليك هو خل التفاح باللعبه. اوكي هيدي لازم نحطها بالباسكت تبعنا، هيدي بدنا نحكي عنها اخر شيء. صح. خل التفاح هو لعبه كثير اساسيه. اوكي. دونك اذا انا اخذت البطاطا المقليه مع تنقول مع خل التفاح هيدا شيء روعه، يا مع جات سلاد دخله خل التفاح او قبل بعشر دقائق كبايه مي دخلها ملعقه خل التفاح واكلت البطاطا خففت من امتصاص هالسكر اللي موجود بالنشويات. أوكي. بالبطاطا والانسولين وطيت عندي. وين راح الدهون؟
ما عم بحكي هون دهون، عم بحكي انسولين، بس بطريقه غير مباشره انا بسمع للانسولين، ما كدس الدهون كثير، يعني اذا رجعت حركت انا هون رح اضعف، ما رح كون عم بنصح. عزيز. لو اكل جات البطاطا مش او صحن البطاطا عم انا وعم بحكي عن جات البطاطا او صحن البطاطا دغري، انا بالنسبه لي باخذ معهم سلاد. يعني مثاليا عرفي حالي بدي اكل بطاطا مقليه، انا بدي بحقله قبل ما اخذ البطاطا المقليه باخذ صحن تبوله يلي انا بزيد الحامض، لانه هلا بمطرح رح نقول انه اللي ما بيتقبل الخل بيقدر يقطع معه الحامض. أوكي. الحامض بيشتغل على النشا تبع الخبز اكثر ما بيشتغل على النشا دونك فيني اخذ تبوله او في اخذ سلاد دخلها شوي من زيت الزيتون وشوي من خل التفاح، واكيد مع البطاطا قدرت اخذتهم بلا ما اكون عم بنأذي بس عم بنأذي اهل. اوكي لازم نقول ميرنا شغله، انه اللي عم تحكيه اليوم هو ليضل السكري متوازن بالجسم. صح. يعني مش انه هلا يقولوا اوكي شو ميرنا عم بتقول لمريض السكري ياكل بطاطا مقليه وياكل خبز، يعني تمام نحن بهيدا نحن طبيعي نقول انه ما بحق لنا كثير، ما بحق لنا حلو، ما بحق لنا نشويات. أوكي. كله بضمن العدل، بس اذا الانسان استحلى، لانه نحن المرض هو مرض مزمن او اللي عنده تكيسات على المبيض هيدا وقت مترافق معنا، دونك بدنا ناكل. إذا بحال استحلينا ناكل شو في أعمل تكون أنا ما عم بنأذى كتير. أوكي. هيدا هو الهدف، خي أنا وضحناه. فإذا خل التفاح هو بالجزدان أول مع المدام. أول نقطة صح. أوكي. هو نزلت المبدأ بقطعة بيتزا. ايه؟ قطعة بيتزا أخذناها لحالها يلي هي كلنا بنعرف أنه في الكاتشب. ايه؟ وبنعرف كمان أنه في العجينة، منلاحظ قدي عليت وقدي طولت لوطيت، كل شيء عم يطلع فوق لأخضر يعني علي كتير، صرت مجبورة جمع دهن قد طولت لوطيت. لمين أخذ جات السلاد قبله، أخذ صحن السلاد قد وطيت، قد مهم الخطوة. منصير باكل صحن السلاد وهون مفهوم، بلش بالسلاد برجع باكل وجبتي. اي بس مش باكل مثلا اكسترا لارج بيتزا، يعني كمان مش انه نحن عم نقول ديجا وقت تبلشي بصحن السلاد ما بقى فيك تاكلي الكمية اللي معودة تاكليها. أوكي. هي أول شغلة. تاني شي هلا رح يبين معنا صحن الطبخ. يلا فاذا هيدا اذا استحلينا ظهرنا مش عارفين شو بدنا ناكل، معنا شخص بيعاني من السكري بنعرف ننغنجه يعني على صح. السفرة. اذا منلاحظ هون عم باخد صحن الطبخ اللي هو عبارة عن مثلا رز على الحل. رز على الحل على الليلة، مع انه اكيد هون احنا نقينا نوعية رز جيدة وغسلنا الرز ونعناه وكل هول الخبريات اللي بنعملهم برضو ما منيح. لحق ودخل مع صحن الرز طبخة. ايه؟ بلشت باليخنة. اوكي. واكلت شوي من الرز، هون نحنا سوبر استفدنا لانه وطى عندي وبقي وقتها، يعني شبعت، يعني طولت بفتره انه انا ما يعلى عند الانسولين ما رح يزيد وزني كثير، ما رح اتضايق. طب ببلش باليخنه واخر شيء باكل ملقعتين رز لارجع لاول سلايد؟ روعه، هون بكون مثاليا ما بتقبلهم اذا خلطتهم بعده والسبايك عم بيكون اقل. اوكي هيدي شغله. لا بدي اتقبلهم، يعني وقتها بدي اضعف، وقتها بدي اصلح الاكياس على المبيض، وقتها بدي رجلج السكر مجبوره اتقبلهم يعني. وتأخفي المشكله صح، وتأخفي المشكله. ايه؟ هو اذا بلشت سلاد واكلت الطبق تبعي انا هون سوبر استفدت. لحظه، سلاد سلاد واكلت رجعت البينز الحبوب اللي ايه؟ عاملينهم اليخنه والرزات. ونحن هون اكيد بالاخير لاكونتيتي كمان كثير بتاثر طبعا. الكميه دونك ساعتها لحالها رح تكون الكميه صارت اقل ونحن هون عم نستفيد اكثر. طب هون الانسان العادي يعني اللي بده ياكل بهالطريقه ما بينصح بيضعف ما بيعود ينصح؟ هودي تركات صغيره بتلاقي حالك عم تخسري وزن. شو حلو بمجرد ما انت عملتيهم. مش قادره تامن السلاد على طول. ايه. فينا ناكل خيارتين ثلاثه ورقتين خس قبل ما نبلش اكله. أوكي. او ملقعتين الخل مع كبايه الماي 100%. البطاطا كل ما كانت البطاطا المسلوقة أو حتى الخبز، حتى يجي سلايد الخبز نسري هي. عليه كل ما كانوا سخنين كل ما علوا هيدا السبايك أكتر وأكتر. أوف. كل ما كانوا أسقع شوي مش ضروري من البراد بس مرتاحين كل ما هن كانوا أقل. البطاطا المقلية أسرع، البطاطا المشوية أبطأ شوي، المسلوقة أبطأ. يعني مسلوقة أفضل. وي مسلوقة ممعوس كتير كتير،
بتأسرع بتعلي هالأنسولين أكتر من المسلوق الممعوس أقل. أوف. بتعقد إذا بدنا نفوت بمتاهات هالدراسات. أوكي. بتعقد. خلينا نركز على الأحسن، لكن راس بطاطا بقشره ولا مش بقشره؟ طبعا بقشره. بالشوكة مش ضروري على المولان، نتفي 100% عليه زيت زيتون. لعبت لعبة كتير ذكية بالأنسولين، ما عليت أنسولينك، انبسط الشخص أنه هو أكل بطاطا. كون بالمطعم، كون بالمطعم قدموا لي خبز سخن، هيدا أكبر فخ تيعلي لي السكرة، وأكبر فخ لينصحنا. أفضل لي تاكلي حبتين زيتون تتسلي فيهم، وبعرف أنه الزيتون بيكون لك كالوري، افضل لي حبتين الزيتون عن البطاطا، عن الخبز السخن اللي رح بلش فيه او البطاطا السخنه الجايبينها. لمن يدخل مع شقفه الزبده واتركها تفتح البطاطا شوي وتبرد البطاطا واكلها من دون ما اكون عم بمعسها، بتضل افضل من ما اني انا اكون عم باكلها مثل ما هي. ضمير مرتاح، ضمير مرتاح، شقفه صغيره من وقت للتاني. ما بدك تجي بكره تخبرينا بعد اشياء، يلا فرجوني. يا شو حلو. اوكي بعدين هون زيت المبدا، الطبق اللي عم باخده انتبه سلات حتى لو كان باستا، نقيت على طول القصص اللي بتنقزنا. ايه باستا، باستا حطيت لها خضره، حطينا بالمقابل سمك او دجاج او لحمه، واكلت النودلز اللي عم باخذهم. انفوا انا عملت هيدي الطريقه، وطل سبايك لحظه قد كان عالي الانسولين، قديش صار وخي دغري اخذوا الجسم، معناتها ما عدنا عم ننقز نرجع نجوع من بعدها. بدي اسال ضمنها هيدا سوتي منسفه الباستا مع الدجاج احسن ولا مخلوطين اللحمه مع المعكرونه؟ يعني مع الدجاج لحاله، لانه هيك باخذ شوي من السلاد، باخذ الدجاج برجع باكله من الباستا، روعه. يلا سناكس، لانه وقتنا السناكس طبعا كل ما يكون داخل اللبن مع حبوب الشيا مع شوي من الفواكه، امتصاص السكر بقلب الفواكه بيكون كثير ابطا. أوكي. كل ما انا بكون عم دخل بروتيين مع القصص اللي عم باكلها مثل جزر مع حمص، جزر مع باذنجان بطحينه، هودول انا ما عم بيعلى عند السكري مثل ما نحن كنا مفكرين. جزر مش خيار، صح. جزر الني ما رح يأذيني، جزر المسلوق رح يأذيني اكثر شوي صغيره، عصير الجزر ما فكر فيه، ممنوع نهائي، ما فكر فيه ابدا. أوكي. وطبعا اومليت وهالقصص كمان كلها. فينا ننتقل للي من بعدهم كرمال يقطع معنا الشوكولا. أوكي. الشوكولا بحال كان بدنا اياه، اضطريت وانا عم باخذ لوح شوكولا بغض النظر شو ماركه اللوح الشوكولا اللي عم باخده. إيه. نقيت لوح شوكولا داكن، بدي انتبه وخلص بدي اخذهم وما بدي اخذ مكسرات، لانه صرنا حكين كذا مره وانا بكذا حلقه، بس مريض السكري بده ياخذ شوكولا او بده ياخذ شيء فيه حلو ياخذ معه كمشه من المكسرات. بحال ما حب ياخذ كمشه من المكسرات، قبل بعشر دقائق كبايه مي فيها ملعقه خل التفاح وتلزز بحبه الشوكولا، ما بعلي السكري مثل ما نحن كنا مفكرين. زيت المبدا للناتس كمان بيوطى اكثر اذا كانوا موجودين. اذا بتلاحظ الشوكولا وطى مع اللوز واوطى نسبه الانسولين بجسمك من انك انت تكون مفوته المكسرات اللي نحن بنحبهم ومعهم فواكه مجففه. وخليني مجوع بسرعه، كان حسيت 100% ما عاد جوع. ايه ما عاد جوع بسرعه. اوكي منتابع كمان الفواكه. كل ما كانت الفواكه مش مستويه كل ما انا كنت مش عم ضر مريض السكري. استحلى ياكل موزه، ما بعطيه هيدي الموزه المستويه مستويه، لو اضطر ياخذها لحالها اذا بنلاحظ لحالها مستويه قد ايه عليت الانسولين، لحالها مش مستويه ما عليت الانسولين كثير. فاذا نحن بالصيفيه بدنا ناكل فواكه نجرب ناكلهم ما يكونوا كثير مستويين، فجين. اوكي ننتقل بعد زيت الشيء. اذا بدنا ناكل فواكه زيت المبدا، الفواكه هيدا الانجاصه فينا نحط معها بينات بتر، فينا نحط معها ناتس، بمجرد ما دخل دهون مع الحبيت الفواكه نحن هون سوبر استفدنا، لانه خلينا امتصاص هالسكر يكون ابطا. أوكي. كيف اذا نقيت هيدي الفواكه تكون قاسيه فجه مع هالناتس اللي عم باخذهم، ما تاثر السكري ابدا، اخذهم مريض السكري وتكيس المبيد واللي عندهم دهون على البطن من دون ما ينصحوا كثير وضعفوا ما علي معهم الانسولين. من كم ميل؟ من كفة مثلا على العنب، نحن جايين على موسم عنب والعالم تاكل عنب بكميات طيب، بالاخص ببورد، العنب بيعلي شوي السكر، بيعلي شوي كثير، إذا دخل مع العنب، إذا دخل الجبنة
وطينا هيدا المنظومة طيبة كتير. هاي مع بعض. فإذا الجبنة والعنب وطينا المنظومة، زيت مبدأ البطيخ والجبنة وطينا كمان هيدا المنظومة. شو حلو. أوكي بعد عنا ما عنا يمكن ولا خي. عنا بعد عنا بعد عنا كمان عن الخبز ايه؟ الخبز عادة كمان زيت مبدأ الخبز عم باخده لحالي على السكر بدمه عم باخد الخبز مع نتفة صغيرة من خل التفاح معهم كمان على الليل أقل البلسم الحامض مش مثلهم جيد بتعرفي مش معمول دراسات يعني يوم ممكن بعد فترة نحكي عنهم بالمنيح أوكي. لأنه بتعرفي الحامض أكتر جاي على منطقتنا لمن عم نحكي دراسات مالوريزمان نحن ما كتير بنعمل دراسات بيعملوا أكتر بأمريكا هو دراسات من أمريكا من أمريكا بيركزوا كتير على خل التفاح لأنه بيعتبروه هيدا البومينج تبعهم بيعملوا عليهم لقوا أنه البلز اللي بتاخديهم حتى يمكن يقطعوا بديابو أو حتى إذا ما قطعوا مش مشكلة فلان واقفون لديابويات إذا بتاخدي البلز بتعرف نحن هلا بدي أضعف شو بيعطوني كلهم بيكون دخلهم خل التفاح الأكلة مع هودا البلز بضل يعلى الأنسولين مش مثل الأكلة مع خل التفاح الأصلي اللي أنا عم باخده مفاتيح لعبتنا اليوم يلا عندي اللبن عندي المكسرات مع كل فواكة وكل القصص اللي عم ناخدها عندي خل التفاح داخل الأكل خل التفاح مع الأكل اللي نحن عم ناخده أو حتى ما تقبلني عم باخد شي فيه نشويات لبنانة مثل ما نحن معودين بحكي عن الحامض وعن أهمية الحامض كمان يكون موجود بأكلنا أوكي. ما تقبلت ونحن بالشتوية عنا القرفة ممتازة صرتوا إذا أخدتها قبل وجبتي أو حتى بعد وجبتي شوي إني أخدهم فريش للقصص أسكب 100 مرة من ما إني أكون عم باخدهم على شكل سبليمنتس لأنه أو مكملات غذائية ما رح يكونوا عم بساعدوني هرموناتنا نو نومنا بيأثر كتير كل ما أنا مني نايمة منيح بيعلى الأنسولين بشكل كتير أعلى كل ما أنا قبل الدورة الشهرية بيعلى الأنسولين عندي بشكل أعلى وأعلى إذا ضروري نظم ضروري ما اخذ سناكس ولقمش بنهاراتي قد ما فيي ابتعد عن الجوسز اللي فيهم وحدات حراريه واذا غلطت بقدر اعرف شو اغلطها كيف صلحها اوكي فاذا نحن دائما رح يكون معنا ريسكيو مثل ما بيقول عده الحمايه تبعنا يلي انت ذكرتيهم وبتصور هيدي الحلقه تعليميه يعني لازم الناس عن جد تعمل لها سيف وترجع لها دايما نرجع بنقول ميرنا الانسان العادي اللي حتبع هالطريقه هو انسان رح يضعف بلا ما يكون عم ينأذي صحيح 100% الشخص العادي رح يضعف الشخص اللي عم بيتعذب كان لانه عنده دهون على منطقه بطنه وعباله ينزلهم رح ينزلوا معه بشكل شوي اسكى الاشخاص اللي عندها مشاكل بالسكر كثير رح تكون مرتاحه الاشخاص اللي عندها ريزيستانس على الانسولين عندها مقاومه للأنسولين يعني ما قبل السكري رح تكون كتير مرتاحة بهدول التعليمات أوكي. وأكيد مريض السكري رح يكون هو أكتر واحد مستفيد من كل هالحلقة طبعا هون عم ناخذ دواء السكري يعني نحن ما عم نلغي هيدا المشروع بس حسيتك عم بتلطش ناخذ دواء السكري بس لا عن جد لان في ناس يمكن تفتكر انه ولا مره يوقف الدواء بليز ولا مره بس اللي بدي اقوله ميرنا انت هون النتيجه رح تكون سكري مش عم يلعب بالجسم صح وبس ما يكون عم بيلعب يعني ما عم ينأذى ما عم ينأذى مخزونه معناتها على طول لانه السكري ثلاث اشياء بدي ضل نلعبها هي لعب السكري لعبه اكل لعبه دواء لعبه حركه كل ما انا عرفت لعبتهم كل ما انا حميت حالي ما ننسى نحن كل ما شعلة عندي شعل مخزونة انا صرت عرضة اكتر لمشاكل بالكلاوة لمشاكل كتير صحية مأزية دونك هود الثلاث ألعاب هن أساسية لحتى ضلنا محافظة على سكر بدمنا مثل ما لازم ما ولا حدا يستخف بالدواء بالعكس نحن هدفنا ووجودنا نقلل من دوزاج الدواء بس ما نخفيه من حياتنا انا هيدا هدفي لانه دواء كل أدوية السكري بمرحلة معينة بتأذي الكلاوة دونك نحن كل ما خففناها كل ما ريحنا كلاوينا أكلنا أساسي نلعب بنوعية أكلنا وبتوقيت أكلنا حتى فنجان القهوة كتير أساسي فنجان القهوة لمن يتاخد على الريق ومش نايم كتير منيح بيعلى الأنسولين لمن يتاخد مع كمشة اللوز وطى الأنسولين مأزي نومتنا كتير أساسية والحركة تبعنا وحياتنا رح تكون طبيعية مثل ما بيقولوا طالما نحن عارفين هالخدع وعارفين هاللعبة الغذائية شكرا لك ميرنا الفتى على وجودك معنا بهالصبحية الحلوة معك مشاهدينا بريك قصير ومنتابع